يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاهتمام بامتلاك منزل له ولأولاده يعد من الأمور المذمومة ويقتصر على الإيجار؟ لا، هذا مطلوب، أنه يطلب امتلاك مسكن له ولأولاده، يسعى في تحصيل ذلك، هذا لا بأس به، هذا من الضروريات، من الضروريات، سكن من الضروريات، ويسعى في تحصيله، ولا يقال له اترك لا تسعى وانتصر على التأجير، هذا ما هو مطلوب. نعم.